انت ما بيك اب مدام نوريا لوك فور يو؟ لا لا اصلا امي مو جايه هني علشاني، جايه علشان شيء ثاني. بعدين انت تعال هي، ليش امي تناديها مدام نوريا وخالتي هند تقول عنها عمتي؟ انت ليش زعلان؟ لا انا ما في زعلان، انا بس وايد متضايقه من هالبيت. هذا بيت بقد؟ زين عيسى قول لي، هذا يدك مندوزو ما ادري شنو اسمه، شنو سويته لما قال لك ان شاء الله يا رب تطلع لك ألف عين؟ He wanted me to turn into a pineapple. Then he got crazy. Hey! انت لكل حسبالك انا مينونة. انا ثولة بس. هو فكر انا يجي pineapple. وانت فكر انا عادي صدق انت. He wanted to see me with 1000 eyes. He wanted to scare me with the legend of the pineapple. انت ما ينعرف لك. كل شوي موجة وكل شوي لغة. فهمنا. انزين. بس ارجع اقول لك مرة ثانية. انا ثولة ممكن. بس تقص علي تبين اصدق ان انت صرت اناناسة؟ لا. I mean, be careful what you wish for. ها صح أنا ثولة. يعني أنت خليته يتحسف على الكلمة اللي قالها. دولان! دولان! أياك! 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 دولان! دولان! أياك! أنا ياري! لا أنا ياري! شا! شا لا لغسا ماما! شا! 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 هي والله طلعت منتهين يا عويس، بس يلا قلعه يدك، هذا من دوزو يستاهل وايد شرير. زين شلون كذي الحين هو تمنى الامنيه ولما تحققت خاف؟ I told you be careful what you wish for. هو فكر انت باينابل. باينابل خبير. هلا جابر. هلا هلا وغلا، ايش هالمفاجأة؟ شلونك؟ شلوني؟ الحين احس اني صرت زين. يا سلام. اي والله العظيم بعد ما سمعت صوتك احس اني صرت وايد بخير. زين خلاص 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 من غير حلف، انت مو قلت بتشوفني؟ يلا قول لي متى وين. وي خلاص يلا خلاص حبيبتي بعدين اكلمك. نوير انت وينك فيه؟ كاني ماك قاعد أتكلم بالتليفون. إيش تليفونه؟ ما قالوا لك إن أنا هني؟ أدري ما، بس أنا مطنشة. أيا جليلة الحياة، شرها مو عليك، عليانا اللي ما عرفت ربيك يا ثولة. هي 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 ما إيش فيك؟ هو قاعد خشمر معاك، أنت ليش ما تتحملين الحكي؟ إنزين، امشي وياي بيك. أي وياك وين؟ يما ترى إحنا متفقين، رد البيت أنا ماني رادة، أقعد هني. ماني ردتك البيت يا القبرة. أبيك بموضوع، بس ما نبي نتحكى هني، نبي نشوف لنا مكان نتكلم فيه.
تبين تاخذين مني علوم؟ اعرفك خلاص حياتي، بس نطري خل ابدل واي وياك. يلا بسرعه يا ام العلوم. هلا خولة، ما عليك، انت مشغولة شوي. عادي عادي، المهم انت شلونك؟ بخير الحمد لله، انت شلونك؟ طمنيني عليك. انا كنت زينة والحين صرت احسن لاني سمعت صوتك. الصدق اقول لك، انت رديتي تكلمين نور ولا بعدكم ما تحاجون؟ لا لا، احنا بعدنا متزعلين. ليش انت كلمتها؟ امه؟ لا وين اكلمها، بس توني شفتها طالعة من بيتكم مع عمها. أعتقد ما قامت تقعد عندكم دام ما تحاجون، عدل؟ ما أدري، لأن أنا منحاشة جاية غرفتي، ما بيعمى من وريا تشوفني. ليش؟ أنا ما صدقت أخلص من سالفة عيسى ولدها، ما بيها تبطل موضوع معاي. زين، مو يمكن زعلت عشان كذي اتخذت بنتها؟ كيف خلت تزعل عند يدي؟ لا يكون حسبالك يهمني. غريبة، أول مرة أحس شايلة كذي. إيش فيك؟ ولا شيء. المهم متى راح أشوفك؟ إن شاء الله قريب، بس يعني لاهي هالكم يوم قبل لا أسافر. أي سفرة؟ جابر أنت متى تبي تسافر؟ أي بسافر نفس العام مع الشباب. بابا دلهم قتا نان برا برا مقابلي قانان كمبيوتر برا مقابق أوسب تايو لاجي سا كاميرا. أوغ مو نبهلابان سنيني مو مرامي نمان أكون برا ناناي بينيجان نمان أكو ni mama ganima at yung iba sa sweldo ni tatay. Ang importante, maging masaya ka kasi malungkot ka nung huli tayo nag-usap eh. Mabuti na ang kalagayan ko. Si Lola mas tinanggap na ako. Simula lang masahihin ko siya sa binti niya. Tulad nung ginawa ko 20 years ago, kaya naging mabuti rin siya sa akin. Napaama ko si mama ganima dahil sa minasahe ko ang kanyang paa. Dati ginawa ko rin yan sa kanya, ngayon ikaw naman na apo niya. Anti kalamtiha, sah? Mm-hmm. Mano? Kastash khawlo? Nuayir, kho ana ammuch bitthawilain alay. Ukhuj gali nish tadrin. Wani chib tsailinha wbitshufi mayatha. Uff, uff, uff! Hada shino, ma yaaf sakkar halja? Talaq mini tahatcha. Chan alamti ruhich awal yom lsanin. Saraha yimma, lbint ma tabi. ليش أمي كلمتها قالت لها شيء؟ ما مداها أصلاً. شلون يعني ما مداها؟ يعني لو أنك أنت سابقة خالتي عواطف ومكلمة ماما غنيمة، كان يمكن ماما غنيمة قدرت تشور خوله وتعرف شنو مايتها. بس بصراحة يما راحت عليك. عواطف مكلمة أمي؟ هي ليش ماما غنيمة ما قالت لك؟ ما قالت لي شنو؟ لارا، لارا، يس مدام. عيسى فوق؟ نو مدام. زين دلفي. ألو عويس، وينك؟ انزين شوي 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 شوي. الا بسألك، كلمت بنت خالك مرة ثانية؟ اي انا رجعت فكرت بالموضوع. الظاهر ان البنت صغيرة مو فاهمة سالفة الثقل هذه، يمكن تبي اهتمام منك. ارجع اسأل عنها مرة ثانية. لا ما مداني لا اشوفها ولا اكلمها اليوم، بكلمها يوم الجمعة بالزوارة. لا لا تكلمها. أقول لك روح تعشى عند ماما غنيمة.
Anong gusto mo kainin? Kahit ano. Baka mamaya na ako kumain. Gusto mo ba sumabay sa akin? Ano ba gusto mong sabihin, ha? Na pareho tayong malungkot sa bahay na to. Hindi ako malungkot. Nandito ako sa bahay ng tatay ko. At mamaya kakausapin ko si Kaula. O baka mas matutuwa ka kung si Miss Noor ang kasama mo. Anong ibig mong sabihin? Wala. Malapit na ang hapunan. خولو ما تبين عشاء؟ عيسى تحت؟ حدد يا عاد. عيسى أخوك، عيسى أخوي، ولا عيسى ولد خالتي عواطف؟ اي عيسى أخوي مو يعانى. خولو بس عناد. يلا عاد نزلوا قعدي معاه، ترى عادي مهما كان هو ولد عمتك وانت بنت خالة. لما هو يعاملني أنا بنت خالة ذيك الساعة يصير خير. وبعدين تعالي هو ذيك المرة جاي نشال ايش ماله جاي بيتنا اليوم؟ هي أكيد وله عليك. شفتي؟ يعني كلامي صح؟ اي كلامك عدل وكله مضبوط. يا بنت الناس خلاص عاملي عادي، عاملي مثل ما تعاملين عيسى ولد خالتي عواطف. ماني مجبورة. بسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة. سألي. لو كان الأخ هذا اللي اسمه جابر موجود، كان ممكن تقبلين عيسى أخوي؟ نور فهمي. أنا عيسى مو شايلة عليه بس صدق ما بيني وبينه شيء، أشوفه نفس أخوي مو أكثر، نفس إحساسك مع عيسى أخوي أنا. تتخيلين نفسك زوجته؟ أنا أتزوج عيسى أخوك؟ لو ما كان فلبيني. هي ترى هذا أخوك، شلون تقولي أنا فلبيني؟ ويه الله يهداك يا عيسى. يا يما أنا سيارة يا الله حبابي أركبها، تبي تحاكيني عن السيارات؟ أم غنيمة أنت تدرين على ما عندي هواية غير السيارات. أضحك هواية يا يما، أنت هذه هواية، شوف لك هواية ثانية مو هذه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، هلا والله. السلام، خولة شلونك؟ الحمد لله أنا زينة. خالتي هنودة وين؟ قاعد تكتب. الفال لي. فالك بشنو خولة؟ أسكر على عمري المكتب وأقعد أكتب. بس ما بنفس عميمة هنودة مقالات، لا، أبي أكتب رواية. ما حضيع ابوك الا القفله على عمره بالمكتب وحكي الكتب والفيلم. الفلبين؟ السفر. هي تقصد انه هو كان يحب يسافر الفلبين مع ربعه. عمي غسان ووليد الله يرحمه. اي بس انا خبري كانوا يروحون تايلاند مو الفلبين. ويهي عاد يا يما يا عيسى، انا كل هالديار تايلاند ما بيمشيني كل اسميهم هذيلا اسميهم فلبين من حبي للفلبين. الكتب ما تضيع احد مام غنيمه. أنا ما أدري ليش أنتي تخافين منها. يما كلام خولة عدل، قراية حلوة. هاي عيسى حبيبي، أنت مستوعب ما قاعد يقولون؟ قاعد يسولفون عن الكتب، يراقصوني حين يكلموني كلمات، مو يقحص بي ثم يدعم بي ثم أموت. كان دائما يقول نفس حكوتك، وأنا أقول له يا يما الكتب بتودرك بتضيعك لين ضاع من يديني. ضاع. الله يرد لنا بالسلام. الله يسمع منك شيء ويكملك بعقلك ويشافيك من هالكتب هالداء اللي اسمه الكتب. حرام عليك هالعيون الحلوة أضيعها على الكتب. الدنيا فيها أشياء وايد حلوة لازم تشوفينها. يما خولة معاها حق، القراية زينة بس عاد شنو ساعات تلاقين في شغلات بالدنيا مو موجودة بالكتب. إيش مثله يعني؟ سيارات؟ البوفاك، البطاط، البنك، الحلاوة، الكاكاو. ايه ما يضحك ترى. بعدين ايش فيها السيارات؟ مو شيء يفشل. انت تدرين شنو احساس الواحد وهو قاعد يسوق وطاير؟ الله طاير، الناس كلها وراه ما حد قادر يصيده. عاد المهم يدري وين هو رايح. مو طاير ولا يدري شو السالفة. هي هوب 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 لا تدعم. ايه ايش فيكم؟ ايش فيكم على الاصبعي؟ اشوف اثنيناتكم صرتوا عليه. شوي 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 ركادة زينة ما عليك منهم. ما علي ماما غنيمة. حاجيكم أنا عازمكم اليوم، تبون مطعم ولا سينما؟
انتي قاعده معاي شوي؟ لا والله، مو توك تقولين حق عيسى اخوي انك لاهيه؟ اي بس نوروك كسر خاطري. ما شاء الله، توك تحسين؟ موت يوم المشاعر الفياضه كلها، ما ادري منو طايح له تدقر بالولد تحت. كيفي انا ويا اخوي كيفنا، اطفره اخت ويا اخوها يطفرون بعض كيفهم، مو انت اللي طايحت له تدقر فيه. قلت لك ما ابي عشاء، انت اللي لزمتي علي انزل تحت. اي انا ثوله، انا ثوله يوم اني لزمت عليك، حركتي دم اخوي الله يحرق دم ابليسك. الو عيسى، عيسى يمه. الو الو، هلا ماما غنيمه. هاي ما وصلت البيت؟ لا بعد يمه، قاعد اتمشى. يلا دير بالك لا تسوق بسرعه يمه. لا تخافين يمه، لا تخافي ان شاء الله. حاضر. يا رب تحفظ عيالي وعيال عيالي. يلا تحكى خلصني الحين، مو تحن علي بشوفك بشوفك بشوفك. يلا تكلم قولي ليش تبي تشوفني. اي أيوة والله كانت منوه اني اشوفك. هو يلا عاد لا تطولها. نور ليش تحسسيني اني ثقيل على قلبك؟ إيه لأنك وايد ثقيل على قلبي. شو السالفة؟ إيش فيك؟ قبل كنا نطلع مع بعض مع خولك، أنت غشمرتشية ورأية سوالف، إيش فيك كذي فجأة قلبتي؟ لا قلبت ولا شيء، أصلاً هذا أنا للحين على طبيعتي، وبعدين لما كنت أطلع معاك ومع خولة كنت أطلع لأنها هي تستحي، كنت قاعدة أغشمر وأضحك وأسولف، بس أنت اللي الحين مو على طبيعتك، الحمد لله والشكر، فجأة دقدق علي تليفونات نور أبي أشوفك، نور خل نطلع، نور خل ما أدري شنو، قاعد تحسسني إن المشكلة بيني وبينك، المشكلة مو بينك وبين خولة. بهذي معك حق. شنو معي حق؟ المشكلة بيني وبينك أنت، مو بيني وبين خولة. فهمني شنو يعني اللي بيني وبينك؟ اللي بيني وبينك إني أحبك نور، أحبك. هاي أنت إيش قاعد تقول؟ نور أنا أحبك أنت، ما أحب خولة. أنت كلمتيها مرة ثانية؟ عطفو حاكيها مرة ثانية. الولد طاير عقله فيها، اخذيها باللين، تعالي لها بالدين، قنعيها، سوي أي شيء. لا 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 هنيدة لا تدخلينها بالموضوع، بتقعد تقول البنت صغيرة وعندها دراسة وبتسويها قضية عودة. يا ربي شلون يعني أخلي كذي قلبه محروق عليها؟ خير خير خير، خلاص أشوفك اليوم ببيت أمي، مع السلامة. اللهم أنك عفو كريم، تحب العفو فاعفو عنا. يمه مو حرام كذي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سويرة صبيتي قلبي، شفيج؟ هو شفيج؟ يما صدق انت كلمتي خوله عن عيسى؟ وانت ايش عليك؟ انا كلمتها ولا ما كلمتها؟ بعدين انت ما تستحين توقفين عند البيبان تسمعين السوالف؟ ها؟ تعلمتي من نوير؟ تعلمتي على وقفه البيبان؟ انا ما تسمعت، انت صوتك عالي وانت تتكلمين. انت لو عندك سنع ما توقفين، بس حلت لك السوالف. يما روحي الله يرضى عليك برتاح. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يما بس انت كذبتي على خالتي نوريه. انت مو تنسين نفسك، انت شو تكلميني كذي؟ بعدين انا كلمت خوله وخوله رفضت، ايش تبيني اسوي؟ بس انت ما قلتي حق خالتي نوريه انك كلمتي خوله عن عيسى اخوي. انا ما كفرت، كلمت عن عيسى فيصل وهي رفضت، ايش تبيني اسوي؟ سالتها عن اخوك. تسالينها عن منو؟ عيسى اخوي ياهل، وما شاء الله خوله عقلها كبير. لا اله الا الله، انا ايش دراني؟ خلاص فكيني روحي. الا تدرين يمه، انا عارفه انك سويتي كذي عشان تقطعين السالفه على عيسى ولد خالتي نوريه. تعالي تعالي ربيني من يد ويديد، هذا اللي قاصر بعد يا سارة. أنا بعرف من أمك، أنا ولا أنتي؟ أنا آسفة يمه، بس أنا مستغربة من اللي قاعدة تسوينه. أنتي ياهل وما تعرفين شيء، ولا تتدخلين بهالسوالف. ياهلي يمكن أكون ياهل، بس أفهم وأسمع وأشوف ومتحرم من أشوف الغلط. خلاص قلت كل اللي عندك الحين؟ أي
هذا اللي تمنيت أشوفك عشان أقوله. أنت تدري أنت إيش سويت؟ حبيتك جابر. أنت إنسان خاين. خاين؟ خاين ومو محترم وواطي، والتصرف مثل تصرفك هذا إنسان واحد شنو يسميه؟ تتعرف على جارتك وتخليها تحبك تالي تفعل بنت عمتها؟ نور احترميني ترى. شلون احترمك؟ انت احترم نفسك بالاول. نور تكلمي معي بادب ولا شنو يا محترم؟ انت تدري بكلامك هذا انت شنو ممكن تسوي بيني وبين خوله؟ انت تدري بيتنا كله معفوس بسبتك؟ خوله باي على الكل علشانك، خالاتي معتبسين بالبيت علشانك، وانت اخر شيء جاي تقول لي هالكلام؟ انت انسان اصلا ما تسوى. نور قاعد اقول لك كلميني بادب، انا ما لعبت على البنت، البنت يارتنا من وهي صغيره وتعودت عليها، بس انت لما نيتي بيت الطاروف نسيتيني شيء اسمه خوله. حبيتك، تفهمين ايش قاعد اقولك ولا لا؟ انت مستوعب الكلام اللي قاعد تقوله؟ هي انت طول هالمده مخليني جسر بينك وبين خوله، الحين انت هذه نظرتك حق خوله؟ نور احنا كل ما نطلع مع بعض انت تكونين ثالثتنا، واعتقد تدرين ايش كثر كنت احب البنت. كنت تحب البنت؟ والله ما فيك خير يا جابر. تبيني أخون بنت خالي علشانك؟ أنت شنو؟ أنت ما تسوى. الموضوع خلاص هذا منتهي. أنا كلمت خولة وقايل لها أني مسافر عشان أمهد قبل لا أقطع علاقتي فيها. ما شاء الله ملزم ومعزم، خلاص تبي تشوح البنت عقب ما تعلقت فيك. نور أحبك. ويع ويع ويع، بس كرهتني بالكلمة، كرهتني بالريايل، ولا تدري أصلاً أنت مو ريال. نور إيش فيك؟ بتسبيني وتبين تمشين؟ نور وخر عني ولا تفكر تلمسني. نور أحبك بس خلاص، عاد متى تستوعب؟ هاي لا تقول هالكلمة ولا تفكر تجيب اسمي على لسانك. عيسى عيسى، قتيل السلام عليكم. يا هل الطاروف اليوم متجمعين؟ وينك في؟ يما كنت مع لطيفة رفيشتي، ايش فيش نسيتي؟ وش حقين باب الملحق ما يتم الباب الرئيسي؟ مريت على غرفة عيسى وانا داشة. ايش تبين؟ كنت قاعدة ادور خولة لان بوريها شيء. شنو الشيء اللي بتورينا خوله؟ شريت نظارة جديدة. يعني فوق انك هبلة وخبلة وما تفتهمين وثولة والتصوخين، بعد ذوق ماكو؟ هذه نظارة تاخذينها؟ ماما غنيمة عادي، يعني ترى ما صار شيء، كل عائلة لازم يكون فيها واحد أثول، واحد أهبل، واحد ما عنده ذوق، أنا كذي باختصار كملت العائلة. أرونغ ناقوا مو؟ هلا؟ يس نور. اي انا اللي حطت لك اياه بغرفتك.
بس يا ويلك لا تبطل لما أنا أي بس أبدل ملابسي وإي ملابسي ماي كلودز يعني ما راح أشوفك قبل ما تسافر؟ جابر أنت فيك شيء؟ لا ما أدري بس مو عوايدك تسافر وما تشوفني نور؟ إيه كلمتها عادي أنت حاجة جابر أنا وايد أحبك خولة خلاص أكلمك تالي قبل لا أسافر مع السلامة شنو يعني احنا بنت ما راح نتهاجه؟ شكو ما ادري يعني خولة عين السيح شفتيها متضايقه حتى ما كلفتي على عمرك تسأليني شفيك؟ ايش فيك؟ شو اللي مضايقك؟ جابر اوف 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 الله يقطع اليوم اللي عرفنا فيها الجابر تعالي خلاص 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 انا اسفه حقك علي تفضلي قعدي يلا قولي لي ايش في حق جابر بعد؟ ما راح اشوفه قبل يسافر هو قالك انه بيسافر ايه هو قال لي يعني هو كذاب لا بس يعني مو معقوله ما عنده حتى نص ساعه يشوفك فيها قبل يسافر واي نور لا تغثيني انا بروحي حاسه انه في شيء بالموضوع سالفه فيها انه انا بعد حاسه شنو يعني انت ملاحظه انتهي ايش فيك انت لازم تدشين داخل مخ الولد هذا وتعرفين شدور براسه يعني تعرفين اذا هو جاد ولا قاعد يلعب ما فهمت سوي مثل ما يسوون باقي البنات ايش اسوي قولي له كانك تبيني تعال طق الباب واخطبني كمستكا مبوتي هي يا ويلك لو فاتح الكرتونه اذيك انت وبعدين معك يا عيسى خلاص مللتني متى تتكلم كويتي ان شاء الله سون انزين يلا افتح الكرتون واو باغون لا 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 هي مو كينغ كونغ باغون يعني تيرتل يعني سلهوبا سلهوبا شوف أنا شفتك أنت ولاحظت أن أنت وايد تحب الحيوانات يعني توكل صلوح وتحب عزيزة اللي عند خوله قلت أشتري لك واحدة عيسى أنا أدري أن قعدتك بالغرفة بروحك تضيق الخلق قلت أجيب لك شيء يحيك بدل هالزرعة اللي أنت حاطها شكراً شكراً وايد أنت اللي شكراً أنا شكراً تذكر قصتك اللي قلت لي إياها عن يدك هذا المينون من دوزو مع الأناناسة؟ الأناناسة إيش فيك؟ خلتني أحل موضوع وايد كبير كنت وايد متورطة فيه أنا ما بي إبهم أنت مو قلت لي be careful with your wishes؟ يدك متمنى أن أنت تطلع لك ألف عين وحطيت للأناناسة وخليته خلاص يندم على اللي هو سواه؟ yes أنا بعد كان عندي واحد مينون يتمنى يشوفني يحني حني 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 حن لما رحت قابلته خليته يندم قتش على رأسه أنا ما بيفهم مو مهم تفهم خلاص عادي خلصت المشكلة قولي الهدية عجبتك yes نور I like it very much and then you like it very much شنو بتسميها ترى هذه نثية ولا female يعني مو تتزوجها I will call her
إنان تشولي. خير إن شاء الله. زين هذا شنو يعني؟ هذا اسم واحد مرة داخل الفلبينز. اسم مرة داخل الفلبين؟ شنو قصة هالمرة؟ It's a very scary story. والله؟ هي ترى أنا أخاف من القصص المرعبة. شوف بس قول شوي شوي ما تصرقعني. I thought Inang Choling is half human. I used to see her upper body when she sits by the window or when she peeks at the door.